الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. كتاب الديات باب أروش الجنات فرع. وإن قلع رجل جميع أسنان رجل فإن قلعها واحدة بعد واحدة وجب عليه لكل سن خمس من الإبل. كان قلع واحدة بعد واحدة فيجب عليه مع كل سن خمس من الإبل على النص الصريح الذي جاء، فيجب عليه 160 بائرة، لأن الأسنان 32 سنا، 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب و4 أضراس و12 رحى، وتسمى الطواحن، و4 نواجز وهي آخر ما ينبت من الأسنان. طيب، وإن قلع أسنانه دفعة واحدة ففيه قولان: لا يجب عليه إلا دية النفس وهي 100 من الإبل، لأن كل جنس من البدن يجب فيه أرش مقدر لم يجب فيه أكثر من دية النفس. اليدان دية، الرجلان دية، العينان دية، نعم، كأصابع اليدين والرجلين. والثاني والمنصوص أنه يجب عليه أرش مقدر في كل سن خمس من الإبل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل سن خمس من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل. ولم يفرق، ولأن ما ضمن بأرش مقدر لم تنقص ديته بانضمام إلى غيره في غير النفس، حتى لا يكون المسألة فيها مظالم، نعم، كالموضح. وما قاله الأول يبطل به إذا قطع أصابع يديه ورجليه دفعة واحدة، يعني هذا اعتراض وهذا يرد على اعتراض به، لأنه إذا قطع أصابع اليدين ورجلين دفعة واحدة نعم تخالف هذا الباب. مسألة ويجب في الأحيين وهما العظمان الناتئان، هنا ينبت عليهما الأسنان الدية لأن فيها منفعة وجمال، الأحيان فيها منفعة وفيها جمال، وفي أحدهما نصف الدية، لأن ما وجبت الدية في اثنين منه وجب في أحدهما نصفها كالعينين. وإن قلع الأحيين وعليهما الأسنان فحكى المسعودي في الإبانة فيه وجهين: لا يجب عليه إلا دية واحدة كما لو قطع الأصابع مع الكف. والثاني وقول أكثر أصحابنا العراقيين وهو المعتمد أنه يجب في اللحيين الدية وفي كل سن خمس من الإبل، ولأن كل واحد منهما يجب فيه دية مقدرة فلم يدخل أحدهما في الآخر كدية الأسنان والشفتين، ولأن اللحيين كان موجودين قبل الأسنان فلم يتبع ما حدث عليهما من الأسنان والكف والأصابع وجد معا، فتبع الكف الأصابع. مسألة في اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، لما روى معاذ رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية. روى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي اليد 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما أرضهما ولا مخالف لهما من الصحابة. في اليد الدية وفي اليدان في يد نصف الدية وفي اليدان الدية، ولنا فيهما جمالا ومنفعة، بعض وجمال منفعة كما بينا قبل ذلك. إذا ثبت هذا فاليد التي فيها الدية من مفصل الكوع، فإن قطعها من بعض الساعد أو من المرفق أو من المنكب أعلى شيء يعني، وجبت الدية في الكف، وفي مزاد عليه حكومة، يعني يكون الكف فيه الدية، والأعلى من هنا إذا كان من المنكب يكون حكومة تقدر عند المختصين. قال أبو يوسف: ما زاد على الأصابع إلى المنكب يدفع الأصابع كما يدفع الكف. وقال عبيد من أصحابنا: اليد التي تجب بقطعها الدية هي اليد من المنكب. ودليلنا في ذلك قول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فجزاء بما كسب كان من الله. وما نعلم كيف تقطع، من أين تقطع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: قضى فإن الله قطع يد سارق من مفصل الكوع، من مفصل الكوع، فكان فعله بيانا للآية، ولأن المنفعة المقصودة بيد من الأخذ والدفع
تحصل بالكف فوجب الدية بها، فوجب الدية بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعلم الله كم تعوزنا رؤياك يا زول، كم وكم يعني يهفو القلب إليك وأنت ما أدري في متاهات السودان، ولا أنت هل رجعت ولا ما أعرف. أنت الآن في السودان لأنك تأخرت كثيرا عنا، ولا تدري كيف يهفو القلب إليك، ليتك تفهم ذلك وتعي ذلك وتتقنه، أنت وشعبة وأمثالكما من النوادر في السودان. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت وضيعت على نفسك درس التفسير ودخلت في الفقه، لما تأخرت؟ لما تأخرت أيتها الفيروز؟ لما؟ نعم، بدليلنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله. خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب، وأما خرج بيانا للواجب فهو واجب. ولأن المنفعة المقصودة باليد من الأخذ والدفع تحصل بالكف فوجبت الدية فيه، وإن جنى على كف فشلت وجبت عليه ديتها لأنه قد أذهب منفعتها فهو كما لو قطعها. يبقى المسألة بينظر فيها كما قلنا العضو والمواطن الجمالية مع النفع. حفظك ربي، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أهل السودان من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجعل ذلك في موازين الحسنات، ونرضى عنا وعنكم جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. لا ليس لا هو ليس معاذا، هو مثل معاذ. لا جزاء ذلك عبد العزيز، قبلنا عذرك لكن لا تتقاعسي ولا تتاخر عن الدروس. فرع ويجب في كل اصبع من اصابع اليد 10 من الابل، وهذا ورد تنصيص، ويجب في كل اصبع من اصابع 10 من الابل. انت لو شوف 10 هنا 5 اصابع ب50 وهنا 5 اصابع ب50، اذا الديه كامله بهذا، فكل اصبع نصيبه هكذا، ولا نظر للمنبت والطول والقصر والقوه والضعف في الاصبع عموما العشر. ولا يفضل اصبع على اصبع. ابي قال علي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ورد عنه روايتان، الاولى نعم في كل اصبعين دون النظر الى الفوارق 10 من الابل، والثانيه قال يجب في الخنصر 6 من الابل، وفي البنصر 9، وفي الوسطى 10، وفي السبابه 12، وفي الابهام 13، فقسم دقيقه اليد على الاصابع، وهذا خطا مبين. يعني حتى لو نقل عن عمر بن الخطاب فانه يفارق ويخالف العدل في تاصيل الشريعة في القسمة، ولأن النبي قال في اليد 50، فإذا ينظر فيه في هذا الباب على العدل بين الأصابع، وتكون كما قلنا لكل 10. وللتنصيص والكلام، ليش أخرنا الكلام على التنصيص؟ لأنه حديث فيه ضعف، وقد ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل إصبعين بعشر من الإبل، قضى في كل إصبعين بعشر من الإبل. وروى عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل إصبعين مما هنالك من اليد والرجل 10 من الإبل. وقيل أن عمر رضي الله عنه لما لم يجد هذا في الكتاب، نعم، راجع على التفضيل. وروى عن عباس رضي الله عنه رضاه كان يقول في كل اصبع 10 من الابل، فوجه اليه مروان وقال له اسمعت عمر بن الخطاب وارضاه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قول رسول الله اولى من قولك، قول رسول الله اولى من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بباب اولى. ولان الديه اذا وجدت بعدد قسمت عليه على عدده لا على منافعه كاليدين والرجلين، ويجب في كل أنملة من الأصابع ثلث دية إصبع، دية الإصبع 10، فيكون ثلث العشرة هنا، لما؟ لوجود البرامج الثلاث، البراجم. ويجب في كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع لا إلا الإبهام، فإنه يجب في كل أنملة منها نصف دية الإصبع، وهو قول زيد بن ثابت. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال للإبهام أيضا ثلاثة من ثلاث أنامل.
إحداهن باطنة. أما دليل عليهم، وهذا الكلام كله كما قلت خرص وتخمين وليس فيه أي دليل، أن كل أصبع لها أنملة باطنة ولا اعتبار بها، وإنما الاعتبار بالأنامل الظاهرة، ووجدنا لكل إصبع غير الإبهام ثلاث من الإبل، وللإبهام أنملتين، فقسمت الدية عليهما في هذا الباب، وإن جنى على الإصبع فشلت أو على أنملة فشلت وجب عليه ديتها لأنه أذهب بمنفعته. مسألة أخيرة، وتجب في الرجلين الدية وفي إحداهما نصف الدية، كما ذكرنا من حديث معاذ وعمر بن حزم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا مخالف لهم في الصحابة. والرجل التي تجب بقطع الدية هي القدم، والرجل آسف، والرجل التي تجب بقطع الدية هي اليمنى، فإن قطعها من نصف الساق أو من الركبة أو من الورك واجب عليه الدية في القدوم والحكومة في مزاد لما ذكرناه في اليد، ويجب في كل إصبع منها وفي كل أنملة منها ما يجب في أصابع اليد وأناملها لما ذكرنا. نقف عند هذه، ننتقل إلى شيء آخر، يعني انتقل إلى عضو آخر يتكلم عنه بنفس الطريقة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.